أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائي الطلبة في هذه السلسلة من المحاضرات المسجلة لمادة الليزر لطلبة المرحلة الثالثة في كلية العلوم قسم الفيزياء من جامعة الأنبار، يلقيها الدكتور المدرس جمال مار الله رزيج. فأهلا وسهلا بكم وحياكم الله. تحدثنا في المحاضرات السابقة عن الليزر وكيفية إمكانية توليد هذا النوع من أنواع الإشعاع الكهرومغناطيسي، وأيضا مرورا بعمليات انتقال الذرات في العمليات الثلاثة التلقائي والمحفز وعملية الامتصاص، وتعرفنا ما هو دور الأساس لإحدى هذه العمليات الأساسية في عملية إنتاج الليزر، وأيضا تعرفنا على دالة شكل الخط الطيفي وكيفية توزيع أنماط التذبذب لموجة معينة افتراضية تتذبذب داخل تجويف افترضناه اتخذ شكلا مكعبا بطول ضلع أي، وأيضا عرفنا كيف يتم حساب الطول الموجي وتردد هذه الموجة، ومن ثم انتقلنا إلى كيفية حساب كثافة طاقة هذا الإشعاع لنمط مفرد، ومن ثم إلى جميع الأنماط الموجودة والمتذبذبة داخل هذا التجويف لتردد يتغير من نيو إلى نيو زائدا دي نيو، ومن ثم انتقلنا إلى كيفية حساب معدل الطاقة للمتذبذب الواحد استنادا إلى رايلي جينز كالكوليشنز، وأخيرا قمنا بحساب كثافة طاقة هذا الإشعاع بنمط واحد، وأخيرا وصلنا إلى حساب طاقة كثافة الإشعاع لجميع الأنماط الموجودة. اليوم إن شاء الله سوف نأخذ معدل كثافة طاقة هذا الإشعاع الكهرومغناطيسي استنادا إلى حسابات بلانك بلانك كالكوليشنز. في الحقيقة أن حسابات رايلي وجينز اتخذت منحن غير متوافق مع النتائج العملية والتجريبية، إذ أنها تؤدي إلى نتاج غير مقبول، حيث أن الطاقة ممكن أن تأخذ القيم من الصفر إلى الإنفينيتي، حيث أن كثافة هذه الطاقة لوحدة الحجم أخذت ممكن أن تأخذ حسب حسابات رايلي وجينز ممكن أن تأخذ قيم تصل إلى الإنفينيتي. ونلاحظ من الشكل المجاور النتائج التجريبية لرايلي وجينز وحسابات بلانك، ونشوف كيف يوجد عدم اتفاق في هذه النتائج، وخصوصا عند درجات الحرارة التي تكون عالية. إذا نشوف ضمن الأطوال الموجية لاحظ أنه بارتفاع كثافة الطاقة تصل إلى الإنفينيتي في مدى الأطوال الموجية القليلة. فالمحور العمودي هو محور واي لاحظ يمثل لي كثافة الطاقة، والمحور الأفقي محور اكس يمثل لي الطول الموجي بوحدات السنتيمتر. لو انتبهنا على الكيرف اللي يمين الشكل، هذا اللي يمثل لي رايلي وجينز سبكترام، هو طيف رايلي وجينز في درجة حرارة 1646 جلفن. أما المنحنى الثاني الكيرف الثاني فهو منحنى النتائج الإكسبرمنتال العملية، ونشوف أكو عدم توافق خصوصا
عند الأضواء الموجية الواطية إذ تقترب نهاية هذا الخط من الإنفينيتي بالنسبة لحسابات رايلي جينز. وأيضا كما نوهنا في بادي الأمر أن هذا الأمر غير مقبول، لذلك استمرت هذه المشكلة في دراسة توزيع الطيف إشعاع الجسم الأسود مستمرة وغير محلولة حتى مطلع القرن الحالي، عندما أدخل العالم بلانك الفرضية الكمية للضوء. هذه الفرضية أو هذه النظرية افترضت أن طاقة التردد للإشعاع الكهرومغناطيسي لا يمكن أن تأخذ قيم عشوائية ممتدة من الصفر إلى اللانهاية، لكن يجب أن تكون ذات قيم محددة مضروبة في كميات أساسية تتناسب مع تردد صيغة التذبذب للإشعاع. وبعبارة أخرى فإن فرضية بلانك قد أدخلت طاقة التذبذب الموجية لنظام معين بالصيغة المنظورة أمامكم، حيث أن طاقة المتذبذب الواحد تكون مساوية إلى N اللي هي عدد فوتونات أو عدد متذبذبات هذه المادة مضروبة في طاقة كل فوتون اللي هي HN، وحيث أن N يساوي لـ 0, 1, 2, 3 إلى هذا، وأن H هو يمثل بلانك الكونستانت، هو ثابت بلانك. إذن النتائج العملية بسبب عدم اتفاق النتائج العملية مع حسابات رايلي وجينز خصوصا عند الأطوال الموجية الواطئة، لذلك لقد انتبه العالم بلانك إلى هذه المشكلة وقام بحلها بافتراض أن المتذبذبات لا يمكن أن تأخذ قيم للطاقة بصورة عشوائية، وإنما يجب أن تأخذ كمات من الطاقة استنادا إلى علاقة بلانك اللي هي E تساوي لي NH. بالاعتماد على هذه الفرضية فإن طاقة المتذبذب معدل طاقة المتذبذب لنظام معين يتذبذب بتردد مقداره نيو، سوف يكون معدل الطاقة لهذا النظام يساوي إلى summation from N to infinity from N equal to 0 to infinity ل N H nu مضروبا في الإكسبونينشيال ل minus N H nu over KT مقسوما على summation ل exponential minus n to the h nu over kt واحد summation أيضا من الزيرو إلى الانفينيتي. إذن هذه العلاقة قام بوضعها العالم بلانك استنادا إلى بلانك بحساب معدل الطاقة للفوتون المتذبذب أو للنمط المتذبذب، وبعد تبسيط هذه المعادلة سوف نتوصل إلى أنه معدل طاقة المتذبذب الواحد سوف تكون مساوية إلى H nu over E to the H nu over KT minus 1. إذن هذه هي العلاقة النهائية والمعتمدة في حساب معدل طاقة تذبذب النمط الواحد. لذلك فإن معدل طاقة أو معدل كثافة الطاقة لنظام معين اللي نرمزلها برو نيو دي نيو لإشعاع الجسم الأسود موجود في داخل تجويف محفوظ بدرجة حرارة تي، يعتمد على قيمة كمية حسب ما
مبدأ بلانك، وهي تمثل حاصل ضرب الطاقة الكلية، معدل الطاقة الكلية في عدد أنماط هذا المتذبذب لوحدة الحجم، والتي سنلاحظ العلاقة النهائية في حسابها. إذن هذه هي، احنا كما اتضح أن سابقا حسبنا معدل الطاقة لحسب مبدأ رايلي وجينز، ومن ثم للتوصل إلى كثافة الطاقة الكلية لهذا الإشعاع قمنا بضرب معدل الطاقة للنمط الواحد مضروبا في عدد الأنماط. الآن حسب مبدأ بلانك بنفس الطريقة وبنفس العملية سوف نقوم بحساب معدل الطاقة لجميع أنماط ذلك الوسط، إلا أن المعدل الطاقة للنمط الواحد مثل ما توصلناها اللي هي الماثلة أمام حضراتكم، معدل الطاقة للمتذبذب الواحد هي تساوي لي H nu over E to the H nu over KT minus 1، وبذلك فإن معدل الطاقة للأنماط الكلية سوف يتخذ الشكل التالي. إذن معدل الطاقة للأنماط الكلية سوف يكون ρ نيو اوف تي دي نيو تساوي لي 8 باي نيو سكوير اوفر سي كيو مضروبا في اتش نيو اوفر اي تو ذا اتش نيو اوفر كي تي ماينس 1 دي نيو. وطبعا عرفنا انه ρ سب نيو هي تمثل كثافة طاقة الإشعاع، والنيو هو تردد هذا الإشعاع الذي يتذبذب داخل هذا التجويف الافتراضي اللي افترضناه بالبلاك بادي راديشن، والسي هي سرعة الضوء، والدي نيو إن هذا هو التغير اللي بيصير في مدى التردد للموجة التي يتغير ترددها من نيو إلى نيو زائدا دي. وهذه العلاقة على العلاقة الأولى لاحظها تمثل كثافة طاقة هذا الإشعاع المذكور بدلالة التردد. ولو أردنا أن نقوم بوضع صيغة تستند على أساس حساب كثافة طاقة هذا الإشعاع بدلالة الطول الموجي سوف نتوصل إلى العلاقة التالية اللي هي ρ sub lambda of t مضروبة في d lambda equal to 8 by hc over lambda to the power 5 مضروبا في 1 على e to the h nu over kt minus 1 e lambda. إذن ألاحظ أن كثافة طاقة الإشعاع كما ذكرنا سابقا لا تستند على أساس نوع المادة العازلة ولا على أبعاد المادة العازلة وأيضا ولا على شكل التجويف، لأن لو ننتبه على العلاقتين على اللي نحسب من خلالها كثافة طاقة هذا الإشعاع المتذبذب نشوف أنه البرامترات الرئيسية اللي تستند عليها قيمة كثافة الطاقة هي التردد أو الطول الموجي. فنلاحظ خصوصا المعادلة الأخيرة أن كثافة طاقة الإشعاع تتناسب مع لمدة to the power minus 5. إذن هذه العلاقات هي تمثل توزيع الطيفي لطاقة إشعاع الجسم الأسود كما وجدها أبلانك، وهي نتيجة تتفق مع النتائج التجريبية بصورة كاملة. كما وجد بلانك أنه أفضل قيمة تتفق مع قيمة ثابت بلانك لكي تكون النتائج متفقة تماما مع النتائج التجريبية أن الـ H يجب أن يساوي 6.63 مضروبا في 10 to the power minus 34 جول في السكند. والشكل الماثل أمامكم طبعا هذا يمثل مقارنة بين النتائج التي توصل إليها بلانك مع النتائج العملية اللي هو الكيرف اللي على
يسار الشكل ونشوف الخط المستمر، هذا يمثل هو النتائج التجريبية، والخط المنقط هو يمثل النتائج اللي توصل لها بلان. ونشوف هناك اتفاق كلش كبير فيما بين كثافة طاقة الإشعاع والطول الموجي مع النتائج التجريبية اللي توصل إلها بلانك. أما بالنسبة للشكل الذي في يمين الرسم فيوضح لي العلاقة أيضا بين كثافة الطاقة والطول الموجي لجسمين في درجتي حرارتين مختلفتين. فنشوف المنحني الأوطأ اللي هو عند درجة حرارة البين جلبن، والذي أعلى منه عند درجة حرارة 3000 جلبن. وأيضا نستنتج ونستنبط من هذا الشكل أنه بزيادة درجة الحرارة فإن كثافة طاقة الإشعاع تزداد ازدياد واضح. إذن هذه أيضا تتفق مع النتائج اللي توصل إلها بلانك وأثبتها واللي نوهنا عنها في بادئ الأمر، وقلنا إنه كثافة الطاقة تزداد أو تكون فدالة للتردد ودرجة الحرارة. فإذا نلاحظ على الشكل الثاني اللي يمثل العلاقة بين كثافة الطاقة الطيفية وبين الطول الموجي، نلاحظ بزيادة الطول الموجي تزداد كثافة الطاقة الطيفية لكنها لا تأخذ قيمة نهائية كما وجدت في حسابات ريلي وجينز، وإنما تصل إلى حد معين ثم بعد ذلك تبدأ بالانخفاض، وهو يتفق بشكل تام مع النتائج التجريبية. إذن توصل إلى أن كثافة الطاقة الطيفية هي دالة للتردد وبالتالي هي دالة أيضا للطول الموجي. وأيضا لاحظ أنه بتغيير درجة الحرارة بزيادة درجة الحرارة فإن كثافة الطاقة الطيفية تأخذ منحا في الزيادة أيضا. إذن كان هناك اتفاق كبير بين هذه النتائج والنتائج التي توصل إليها بلانك. الآن نقوم بحساب معدل طاقة الفوتون لكل متذبذب. الآن معدل طاقة الفوتون لكل متذبذب، حسبنا طاقة المتذبذبات الواحد ومن ثم مجموعة المتذبذبات، والآن نقوم بحساب طاقة الفوتون لكل متذبذب حسب مبدأ بلانك. إذن هو من الضروري أن نقوم بحساب معدل طاقة المتذبذب لكل متذبذب، معدل الطاقة لكل متذبذب، وهي تساوي كما موضح أمامكم كيو، ممكن أن يرمز إلها كيو أو ممكن أن يرمز إلها بالرمز N ليمثل معدل الطاقة لكل فوتون، تساوي لي معدل الطاقة الكلية مقسوما على H nu طاقة كل فوتون، أي أن N عدد الفوتونات راح يكون مساويا إلى 1 مقسوما على E to the H nu over KT minus 1. وكتطبيق عملي على النتائج التي توصل إليها بلانك مثلا، فلنأخذ معدل الطاقة لضوء الطبيعي اللي يكون تردده 4 مضروبا في 10 to the power 14 هرتز، فإن طاقة الفوتون ستكون تقريبا 1 إلكترون فولت لإشعاع جسم الأسود عند درجة حرارة الغرفة. إذا أردنا نحسب عدد الفوتونات، لإشعاع الجسم الأسود بدرجة حرارة الغرفة اللي هي 300
جيلفن روم تيمبرتشر ومعدل التردد ضمن المدى المتوسط مدى الترددات الطيفية اللي هو 4 × 10^14 هرتز، ونأخذ معدل الطاقة لكل فوتون هو 1 إلكترون فولت. راح نلاحظ أن الكي تي تقريبا حتكون مساوية إلى 1/40 إلكترون فولت. إذن نلاحظ أنه لأن إحنا ذكرنا سابقا أن معدل الطاقة E يساوي لي كي تي، فإذا حسبنا على هذا الأساس بالاعتماد على درجة حرارة الغرفة ومعدل الترددات الطبيعية اللي يكون متوسط ترددات الطيف اللي هو 4 × 10^14، وأخذنا طاقة كل إلكترون 1 إلكترون فولت، راح نلاحظ أنه الكي تي تقريبا راح تكون مساوية 1/40 إلكترون فولت. لذلك فإن هذا الرقم، هذا العدد من الفوتونات لهذا النمط المتذبذب لهذا النوع من الإشعاع تقريبا سوف يكون مساويا إلى E^-40. إذن راح يكون عدد الفوتونات المتولدة نتيجة هذه الظروف المذكورة سيكون مساويا إلى E^-40. وطبعا هذا رقم كلش صغير جدا، لذلك ممكن أن نستنتج أن الإشعاع الجسم الأسود في درجة حرارة الغرفة سيكون صغير جدا ضمن مدى الطيف الثاني. إذن أعزائي الطلبة، لو نعيد بصورة سريعة هذا المثال لأنه ضروري جدا ومهم، لأنه أثبات أنه في مدى الطيف المريوي درجة حرارة الغرفة لا يمكن الحصول على فعل ليزري أو انتقال. وهذا شلون نقدر نثبته؟ نقول إذا افترضنا أن معدل أو متوسط تردد الطيف هو 4 × 10^14، ونأخذ فوتون طاقته راح تكون تقريبا 1 إلكترون فولت، وضمن درجة حرارة الغرفة، لذلك فإن الكي تي تقريبا راح تكون حسب هذه الحسابات مساوية إلى 1/40 إلكترون فولت. وبالتالي إذا ما طبقنا هذه المعادلة السابقة، هذه المعادلة راح نستنتج أنه قيم N، طبعا هو هذا احنا نطبق الأرقام على هذه العلاقة، يعني نأخذ ال H هو البلانك كونستانت 6/6 × 10^-34، والنيو هو متوسط التردد اللي قلنا عليه هو 4 × 10^14، والكي تي ناخذ طبعا كي تي فان بوت زمان، ودرجة الحرارة هي نأخذها درجة حرارة الغرفة 300 جلفن. راح نجد أن قيمة N راح تكون مساوية إلى E^-40، وهو رقم صغير جدا والذي يوحي لنا بأنه لا يمكن في درجة حرارة الغرفة وضمن مدى الطيف المرئي الحصول على إشعاع الجسم الأسود بهذه الظروف. نعم، الآن نود أن نقوم بحساب كثافة طاقة الإشعاع وشدته. إذن راح نوصل إلى العلاقة اللي تربط بين كثافة طاقة الإشعاع وشدة هذا الإشعاع. إذن من الضروري في نهاية المطاف بالنسبة لهذا الموضوع أن نعلم ما هي العلاقة التي تربط بين كثافة طاقة الإشعاع وشدة هذا الإشعاع. إذن العلاقة التي تربط بينهما هي رو تساوي لي 4/C مضروبة في الانتنسيتي، وهي العلاقة التي تربط بين كثافة طاقة هذا الإشعاع وبين شدته. والعلاقة إذا ما أردنا أن ندخلها بدلالة المعلومات الطيفية فممكن أن تكون رو نيو تساوي لي 4/C multiple by I of U. والصيغة التي يمكن أن تمثل توزيع الطيف لإشعاع الجسم الأسود
ولضوء شدته منبعثة من سطح جسم أسود حسب رايلي جينز ممكن أن تكون بالتالي بالصيغة التالية. إذن هذه العلاقة أمامكم هي تمثل شدة الضوء لجسم يبعث هذا الضوء من على سطحه اللي هو بلاك بودي راديشن، بالاستناد إلى حسابات رايلي وجينز ستكون بالشكل التالي: I sub nu d nu equal to 2 pi مضروبة في kT في النيو سكوير over c سكوير مضروبا في d nu. إذن عرفنا أيضا البارامترات في هذه الإكواجين هي الـ I اللي حسبناها وهي الـ intensity الشدة، والـ d nu قلنا هو التردد المتغير اللي نريد نحسب من عنده شدة هذا النمط اللي يتذبذب داخل التجويف، والكي هو استيضان مرتزمان، والتي هي درجة الحرارة المطلقة، والنيو سكوير هو التردد المطلوب، والسي سكوير هي سرعة الضوء. طيب، وبدلالة الطول الموجي أيضا كما مر سابقا بنفس الطريقة لكي نقوم بحساب شدة هذا الإشعاع بدلالة الطول الموجي سوف يكون بالشكل I nu d lambda equal to the 2 by kT مضروبا في c over lambda 4 d lambda. إذن هنا أيضا نتوصل إلى فد نتيجة مهمة وهي أن شدة الإشعاع كما هي طاقة الإشعاع لا تعتمد على شكل التجويف ولا حجمه ولا أبعاد الجدران التي يحويها هذا التجويف، وإنما تستند على أساس الطول الموجي حسب العلاقة اللي ظاهرة أمامكم العلاقتين. لاحظ أنه بالعلاقة الأولى فإن شدة الإشعاع تستند على أساس أو تعتمد على درجة الحرارة، لأنه التو والباي والكي هي كونستانت، فالمتغيرات اللي موجودة وأيضا السي اللي بالمقام أيضا هي كونستانت. فإذا ما استخرجنا الـ 2 باي كي أوفر سي سكوير راح يبقى عندي الـ كي اللي يبقى عندي الـ تي والنيو سكوير، أي أن شدة الإشعاع هي دالة لدرجة الحرارة والتردد، وأيضا ممكن كتابتها بصيغة أخرى بالاستناد إلى الطول الموجي. طبعا هذه أخذنا أيضا اشتقيناها من أنه النيو تساوي لـ C over lambda، ومن ثم نقوم باشتقاق الـ D نيو راح نتوصل إلى أنه I نيو D lambda يساوي لـ 2 by KT C over lambda to the power 4 D lambda. طبعا أيضا هذه الـ I نيو ممكن أن تكون I sub مو نيو sub lambda بنفس الطريقة، إن شاء الله ماكو إشكال بها. هذه هسه إذا ردنا ناخذ بد مثال على وجه السرعة، إذا نريد نحسب طاقة حرارة الجسم الأسود في طبقة التيموسفير فوتوسفير، الطاقة المكافئة لإشعاع الجسم الأسود ضمن منطقة الطي المرئي لأشعة قادمة أشعة الشمس، فنحسب الفلاكس دينسيتي للسولار راديشن التي تصل إلى الأرض هي 1370 واط متر بلس ماينس 2، والمسافة بين الأرض والشمس هي 1.5 في 10 قوة 11 متر، والراديوس أوف سولار فوتوسفير هو 7 في 10 تو ذا باور 8 متر. فالحل راح يكون بالبداية سوف نحسب الفلاكس دينسيتي عند نقطة التوب أوف ذا العيار، وبالتالي نأخذ الأمبير سكوير لو، فالفلكس راح يكون of the photosphere equal to F of Earth مضروبا في R of the sun over d distance الكل سكوير، وبالتالي راح نعوض عن هذه الأرقام نصل إلى نتيجة أن الفلكس of the photosphere راح يكون مساوي إلى 6.28 مضروبا في 10 قوة 7 وان لكل متر مربع. ثم مرة أخرى والاستناد على ستيفان بولتزمان سوف نحصل على أنه
LT of A يساوي لي 5770 قبل. إذا أخذنا مثال آخر وردنا نحسب كالكوليت افريج انرجي اوف ان اوسيليتر اف اتس فريكوانسي 5 في 10 قوة 14 هرتز والتمبريتشر هي 5000 جيفن، فإذا نريد نحسب معدل الطاقة لهذا المتذبذب اللي تردده 5 في 10 قوة 14 وبدرجة حرارة 5000 جيفن، الحل راح يكون من المعطيات فإن اتش نيو هي راح تساوي لي 6.6 في 10 قوة 34 مضروبة في 5 في 10 قوة 14، والناتج راح يكون هو 3.3 مضروبة في 10 قوة ناقص 19 جول. والكي تي طبعا معروفة، الكي هو 1.38 في 10 قوة ناقص 23 مضروب في 5000 جلد درجة الحرارة راح ينطيني 6.9 في 10 قوة ناقص 20 جول. وبذلك فإن معدل الطاقة لهذه الفوتونات بالاعتماد على صيغة بلانك راح يساوي لي h نيو اوفر اي تو ذا h نيو كي تي ماينس 1، وراح يكون مساوي الى 2.7 في 10 تو ذا باور ماينس 21 جول. ولذلك نلاحظ ان الطاقه تكون صغيره جدا جدا، وهذا اللي اثبتناه نظريا قبل شويه، ان انه في مدى الطيف المرئي وبدرجه حراره الغرفه والمتوسط الترددات راح يكون عندنا الانبعاث او اشعاع الجسم الاسود راح يكون صغير جدا. هسه اذا ننتبه على هذا المثال، هو حساب معدل الطاقه لمتذبذب تردده 5 في 10 قوة 14 وتقريبا نفس متوسط الترددات وبدرجه حراره 5000 كلفن ايضا، فنشوف من المعطيات انه الاتش نيو اذا ما طبقنا قانون بلانك هنشوف انه E تساوي لي H نيو over E to the H نيو over KT minus 1 نعوض عن ال HB ثابت بلانك 6.6 في 10 to the minus 34 والنيو نعوض عنها ب 5 مضروبة في 10 to the power 14 مقسوما على E to the H نيو over KT، ايضا نعوض بالارقام فنحصل على هذه النتيجة.